فطور صباح مهم جدا. اذا ما قدرتوش تاكلوا بزاف اللي ما يقدروش ياكلوا مع الصباح، من المستحسن ديروا انا نسميها شرب الاكل. شنو هو شرب الاكل؟ يعني لي زانغغيديون تاعك الا ما قدرتش تاكلهم ممكن ديرهم ميلك شيك، ممكن ديرهم عصير. يتعصروا عصير فوالا باغ اكزومبل، دير ياورت ناتور، يعني ان بو تاع ياورت طبيعي مع زوج مغارف ولا ثلاثه تاع شوفان مع شويه تاع جوز ولا حبه بنان، وترحي الكل. تقدر تزيد شويه تمر، تقدر تزيد شويه عسل. هي اصلا يعني البنان يجي حلو. فوالا تقدر دير الحليب في بلاصه الياورت، صادق اوليو اللي تاكل هادوما يعني تشربهم راح يكون فكرة احسن. هذه فكره، هذه نعم. مليحه راح يكون احسن. ممكن تديها في الطوموبيل. سمحي لي هنا قطعتك، نعم. جربت انه لانه الكوتش تاعي يعطاني حميه غذائيه، نعم. سيرتو في فطور صباح لازم كاع واش راكي تحكي، ولكن فعلا. كل حاجه وحدها، ولكن نظن انه لو نرحي كلش راح اكزاكتومون سي ديفيسيل تاكلها، باسكو جينيرالمون حتى الاكل المضغ لو فيت دو مارشي المضغ يشبع. علاش نمدوا بزاف لي سالاد بالاضافه الى اطباق اخرى؟ علاش نمدوا لي سالاد لي كروديتي، يعني الحاجه اللي ماشي طايبه في لي ريجيم بور بيرت دو بوا، صادير في الريجيم تاع انقاص الوزن، باسكو لو فيت دو مارشي المضغ يخليك تشبع. فهنايا باش حنايا ما نخلوش الانسان يشبع تاع اللي راهو عنده نحافه، باش ما نخلوهش يشبع نخلو دائما يعاود يحس بالجوع. هنايا المكونات اللي ياكلهم يرحيهم يديرهم على شكل. النقطه هذه بالك انه علميا تكون سيغمون كاين عدد معين تاع المضغات اللي كي توصل يحس الانسان باللي شبع.